كريم صافي حنا هاد السيكتور ديالنا عندنا مضرورين فيه ضرورين فيه 100% عادوا يجيبوا لنا حد شكل بهيم ويربطوهم لينا في القرياج في العمار ما عندنا صايبين منين ندوزو منين نرجعو باغي تبلاصي حدا دارك كيقول لك لا دور من لهي لا بغيتي دور من لهي وحابسين الطريق طريق مقطوعه من اللي تقول له حيد علاش غندور من لهي سمعتي هذيك المعلمه ديال جلاله الملك تما تدشين ديال الملك تما كاين قزو حاشا كيديروا فيه سمعتي الصحافه ديال الكذوب المهم هذا هو المهم اللي هو هذا اللي كاين واخا انت مش ساكنين في هذه المنطقه هذه حنا ساكنين ملي بدات حنا ساكنين هما دايرين لنا هذه الحاله كانوا دراري يعني ولاد الدرب بوحدهم دابا انتوما ماشي ضد ولاد الدرب انهم يجيو هنا يترزقوا عاديه ملي 20 عام وحنا كنعرفوهم ما كنقولوا لهم ما يقولوا لينا عادوا دابا كيجيونا وحدين اخرين لاجئين منين ما نعرف حسن عليه قفاه ويجي تما يقول يحبس الطريق حمار ويقول لك دور من لي او كيفاش ندور من لي انا حدا داري وندور من لي ما يمكنش هذا هو المشكل هو هذا اللي عندنا دابا نتوما اليوم أه؟ باش كطالبوا اليوم نطالبوا بالسلطه تدخل لينا في مشكل كاين شي واحد من الساكنه باغي يهضر عادي هذا تفضل راه هذا السيد راه خاصنا الراي ديال الناس زيد 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 قول لي انت شنو السلام عليكم انت هنا ماشي ضد هذا البيع والشراء الانسان الى بيع وشري ماشي مشكل ولكن ما كاينش النظام وكاين المشكل حنا ماشي ضد ولاد الدرب مرحبا اللهم يبيع وشري ولكن ماشي يمشي يمد يدو اللي يمشي يخون هذه من جهه ولكن كيجيو ناس اخرين من جهات اخرين كيقولوا راه هذا الاناسي فيه البيع والشراء كيجيبوا مثلا الدابات ديالهم كيربطوهم في واحد الجرده حنا كنخسروا عليها الفلوس ديالنا من مالنا الخاص كننقيو كنقادو كيجي هما كيخسروا هذه من جهه وكيحبسوا الطريق انا اللي ساكنه تما ما عندهاش منين تدوز ملي كتقول لي هذا كيقول لك راه سوق هذا ولكن السوق هذا راه كاين السوق الفوق كاين فوق السوق مرحبا ما كاين حتى مشكل ما كاينش اللي يهضر معاهم والشارع يبقى خاوي واللي بغى يبيع وشرا ماشي مشكل غير المهم الطريق دوز هذا هو حنا دابا الساكنه ما كنلقاوش منين ندوزوا هذا هو اللي فين بلاصي وما تصيبوا في هذا هو اللي هذا اخوان من الساكنه السلام عليكم ورحمه الله كنلقاو نعمل لا انا 23 عام كنلقاو لا بان الساكنه عندها حتى شي مشكل بان الناس تفرش وتدبر على راسها لان العيد ياك ولا لا كنلقاو بان المشكل اللي كيعانيو منه الساكنه هو حاجه وحده هو التنظيم فهمتي علاش اللي ماشي السلطه تنوض وتعاون وتنظم هذه القضيه وبنادم يدير فلوس ويدبر على راسه لا حتىش تفضلي عندك حتى الناس ما قالوا حتى شي حاجه للعيد هذاك الشيء اللي حنا راه درنا مع الناس ديال الفراشه لانه من حقهم انهم يهضروا وانا جيت درت مع السكينه كذلك السكينه ما قالت حتى شي حاجه والسيد ما قالت حتى شي حاجه هذاك الشيء اللي قال لك احسن السكينه كتهضر على الكراسي والحمام فهمتك اذا كتوافق ان شاء الله وباش الناس اسمح لي اذا كتوافق وباش الناس ما يكون لا ضرر ولا ضرار والسكينه ما تضررش وبنادم اللي شاري سلعه بمليون وثلاثه المليون ما يتضررش هو علاش اللي من السلطه تنظم هذه المسائل هذه وبنادم يبيع ويشري على خاطره وتنظم ويكون تنظيم والسكينه تاهم يكونوا بخير وعلى خير. السوق هذه راه الزنقه راه ساكنه هنا. فهمتك فهمتك نعم راه البراني هنا اللي جاي ولكن راه غيكون واحد التنظيم كي يدير هذا التنظيم؟ تنظيم السلطه غتنظم راه معطاهم بلايص هنا بالله يصبعوهم السلطه غتنظم السلطه غتنظم السلطه غتنظم التنظيم بنادم ما يضد التنظيم السلطه غتساهم التنظيم عمي علاش ما غتساهمش؟ كاع هو السيد يقول لك السلطه كتساهم في التنظيم السلطه تساهم في التنظيم بنادم ما داعش يخسقو لان بنادم العمل لا انا راه وصلت اخويا وصلت الله يرحم الوالدين انا راه وصلت واحد الفكره الله يرحم الوالدين ديال انه يكون واحد التوافق الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين يكون واحد التوافق
شعب كريم خلينا نهضروا صاحبي يكون واحد تو واش انا ساكن هنا يكون واحد التوافق واللي ساكن هنا واللي يبيع هنا واللي ساكن هنا واللي يبيع هنا يكون واحد التوافق ان شاء الله والسلطه تنظم وبنادم اللي خاسر الفلوس حتى هو ما داعش في الفلوس وهذا الشيء اللي كاين اخويا وسمحوا لنا بزاف الله يرحمه.